السلام عليكم. هذا لاباس عليكم بخير. التوقعات ديالي نتمنى مهم جوج بعدا جوج، كنطلبوا الله يكونوا جوج، حتى واحد الله يجعل البركة، المهم جوج بغيناهم، لكن إلا جابوا واحد بركة عندنا، المهم رابحين إن شاء الله مربوحة، والله يدومها فرحة، ونتمناو ربي يفرح الأمة الإسلامية ككل. 2023 تدخل إن شاء الله بالزهار بالفرحة وبالخير وبالشتا، المغاربة فرحانين بزاف بزاف، نتمنى تكمل الفرحة ديالنا، والكأس العالم علاش لا، نتمنى إن شاء الله الفرحة تكون دائمة. بغيت نهدي الفوز، هذا الفوز هذا كنهديه لسيدنا الله ينصره، وكنهديه للأمة الإسلامية ككل ككل، بغينا الفرحة تبقى هكا هكا، هاد الفرحة لأن خرجنا من كوفيد، لقينا هاد الفرحة قدامنا، كنتمناها تبقى دائما إن شاء الله يا ربي. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بعدا راه وصلنا لإنجاز، إنجاز تاريخي في إفريقيا الحمد لله. التوقعات ديالي مع فرنسا إن شاء الله غادي نربحوها إن شاء الله بواحد الزيرو، لأن المنتخب الفرنسي الأسلوب اللي كيلعب به، طريقة اللعب ديالو هو طريقة اللعب ديالنا، هو كيرجع للخلف وكيتسنى الثغرات المرتدات، بالرغم أن ديمبيلي في الجهة اليمنى ومبابي في الجهة اليسرى كيتسناو الفراغات، حنا الحمد لله ما غاديش نخليو لهم الفراغات، يعني فغيمون غادي يلقاو معنا مشاكل ديال بصح، وغادي نلعبوا الكرة إن شاء الله غدا، وغادي نربحوا إن شاء الله بواحد الزيرو، نتمناو الخير. ورسالة للجماهير المغربية، الجميع الطاقم ديال المنتخب، خصنا نشجعوا، لا للانتقاد الان في هذه اللحظات، لا وليد جديره، لا حمد الله، راه اللاعبين كاملين راه كيديروا اللي عليهم، هنا خصنا نشجعوهم دابا في هذه الحاله، ما خصناش ننتقدوهم، كاين انتقاد بنا، ولكن في هذه اللحظه كلنا وراء المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله، باش نوصلوا النهائي مع كرواتيا ان شاء الله، ونفوزوا باللقب، ولما لا نديو ان شاء الله هذا اللقب هذا ديال 22 قطر، نتمنوا ان شاء الله خير. وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني المغربي. المقابله تكون صعبه على المنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي، ولكن حنا عندنا الثقه في السي وليد الركراكي، في اللاعبين ديالو، ان نفوزوا على المنتخب الفرنسي، والاكيد الا ربحنا المنتخب الفرنسي غنزيدوا نفرحوا هذا الشعب المغربي اللي صراحه اللي متعطش هذا كاس العالم، وعندو ان شاء الله كاس العالم، ونخرجوا نحتفلوا كاملين ونستقبلهم احسن استقبال في المطار ان شاء الله. ولكن خص المغاربه يديروا النيه، خص لنا المغاربه يديروا النيه كما قال وليد، كما قال واحد الركراكي كيقول هذيك سير سير، وحنا تايقين في راس لافوك ان شاء الله نربحوا المنتخب الفرنسي ان شاء الله باذن الله. وبدا بسم الله الرحمن الرحيم، والتحيه للقناه هذه، وان شاء الله المغاربه كما تتشوف راه دخلوا الفرحه على المسلمين كلهم، ماشي كمغاربة، كاع الناس الدول العربيه فرحوا الحمد لله معنا مع المنتخب، والتوقع ديالي ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله مع فرنسا، ان شاء الله اللي ربحنا فرنسا الكاس ان شاء الله غيكون نادي العرب ان شاء الله. وشكرا. التوقع ديالي اخويا المباراه ديال المنتخب المغربي انايا ضد المنتخب الفرنسي، انا ان شاء الله بربي نتوقع الفوز للمنتخب المغربي بعد يعني تجاوز 90 دقيقه والعبور الى مرحله ما بين الشوطين الوقتين الاضافيين، وفوز المنتخب المغربي بنتيجه هدف مقابل صفر او التوجه الى ضربات الجزاء، وفوز المنتخب المغربي، وان شاء الله يزيدوا يفرحونا ليجان كما راهم مفرحيننا ومشرفين الكره العربيه ككل والكره الافريقيه ككل، وان شاء الله بربي ديما كما يقولوا ماروك ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب، وعاش الملك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل ما غادي نزيدوا في هذا المونديال كل ما احنا متفائلين بالمنتخب ديالنا، لاننا ما بقيناش كنخافوا من حتى شي منتخب باش نعرفوا القضيه. الحمد لله اكدنا للعالم اننا منتخب عالمي، وما بقيناش مفاجاه لاننا ربحنا منتخبات كبيره وكتمرشح ديال اللقب. حاجه اخرى، لا فرنسا مخلوعين منا اكثر من احنا مخلوعين منه، لا فرنسا هما اللي مخلوعين منا، نقولك علاش، حيت هما اللي عليهم الضغط، هما اللي داو كاس العالم، هما اللي معروفين، هما اللي واعرين، حنا دابا ولينا دايرين الرعب في اي منتخب، هذه نقطه تحسب المنتخب الوطني المغربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنطلب من الناس اللي كانوا كيدعيو يزيدوا يدعيو اكثر هذه المره باش نديو كاس العالم، حيت حنا ما بقيناش باغيين الفينال، حنا ولينا طامعين في كاس العالم. وشكرا.